احنا كعرب مفتقدين جدا روح الزعيم القائد العربي اللي يجمع العرب كلهم تحت كلمة واحدة وتحت راية واحدة، الرئيس اللي يرجع للعرب أمجادهم ويقود العالم. أنا منذ مدة استقبلت فرنسيين وقبلها ألمان، ويقولون لي باللفظ الواحد حرام ألا يكون رؤساؤنا كبشار الأسد. الوطن العربي قليل عليك، الوطن العربي قليل عليك، فأنت لازم تقود العالم يا سيادة الرئيس. لا 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 ما تفرحوش قوي كده يا جماعه، بشار زعيم وقائد اه، بس ما تنسوش انه مش لوحده على الكوكب، مش لوحده اللي يقدر يحكم العالم، على فكره في زعماء تانيين يقدروا ينافسوه ويحكموا هم كمان العالم. انت اول جمهوريه مصر العربيه، انت زعيم العالم كله. السيسي اصبح دلوقتي شعله للعالم العربي كله، قائد الامه العربيه والاسلاميه. شوف الشارع العربي كله بيبص للرئيس في دعواته وفي لقاءاته ازاي؟ وده مش نفاق مني ولا يقول النفاق، يقول بطب يقول براحته. انا بقول الحقيقي والواقع. انت زعيم العالم كله، انت زعيم الدول والاجانب والمصريين والعرب. انت بتوزع من جيبك يا عم الحاج، ايه الافوره دي؟ والله احنا شعوب طيبه ودعوتنا مستجابه، ده مش قائد واحد للعالم، دول اتنين. بس انا كمصري هنحاسب ابن بلدي. بصراحه اللي يميز السيسي عن بشار ان السيسي فعلا بيحنو على شعبه، الوطن بالنسبه له يعني حضن، فما بالك العالم هيبقى ايه؟ السيسي فعلا مفيش زيه وزي مشاعره، وفعلا فعلا لمس قلوب الشعب. لمست حب هذا الشعب المشاعر، مشاعر، وابادر هذه المحبه لكل مواطن سوري لا اعرفه. العواطف، الحراره، المحبه والحب الذي لمسته من اولئك الاشخاص الذين يعبرون عن معظم الشعب السوري محبه لم اشعر بها في اي مرحله من مراحل حياتي. كما يشعر الطفل الرضيع تجاه حضن امه بالحنان. كده حيرتوني يا زعماء، يعني انتوا الاتنين فعلا بتحنوا على شعوبكم وعندكم احساس ومشاعر فياضه مش بس تكفي شعوبكم، لا بتكفي العالم كله. بس بقى اللي هيفصل ما بينكم هنا ان قائد العالم ده لازم يكون شخص بيحب الدين، غيور على الدين، بيحمي الدين. ايها السيد الرئيس، يا سيد هذه الامه، نعم فانت املنا في حمايه هذا الدين. قول يا عم الشيخ قول، انت دافع حاجه من جيبك؟ طب كده يا جماعة، بما ان بشار الوحيد اللي بيحمي الدين كده يفوز معانا بتاج قائد العالم. الف مبروك يا قائد العالم وحامي الدين بشار الاسد. كخادم للشريعة في الازهر اقول للاسلام رب يحمي، ونسأل الله ان يكون للاسلام رب يحميه ثم سيسي يحميه. قول يا رجل قول، انت تابع حاجه من جيبك انت كمان كده. يا جماعه انتوا حيرتونا اكتر، هندي التاج لمين؟ طب بصوا، قائد العالم ده حامي الدين لازم يبقى خايف على شعبه، تحت امر شعبه، زاهد في السلطه. يعني انا دايما اقول كل شخص يسعى للمنصب يحتقر، لان المنصب هو مجرد اداه وليس هدف. انا جيت بارادتكم وباختياركم مش غصبا عنكم ابدا. الحقيقه المنصب ليس لها قيمه ان لم يكن هناك دعم شعبي، المنصب لا يقدم شيء للشخص. اذا خرج الناس حلوهم انتم عايزين ايه؟ انا تحت امركم بمنتهى الوضوح. عندما يكون هناك قرار من الشعب السوري بان يبقى هذا الشخص سيبقى، وعندما يكون هناك قرار بانه سيذهب يجب ان يذهب مباشره. والله 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 ولا ثانيه واحده ضد اراده الناس. لو كنت انا ذهابي هو الحل فبكل تاكيد لن اتردد في ذلك. ما حدش هيحكم الناس غصب عنها، الكلام ده انتهى خلاص. ما يقرره الشعب في هذا الموضوع هو الاساس بالنسبه لبقاء رئيس أو ذهب. إذا كان ده إرادة المصريين من غير ما تنزلوا، من غير ما تنزلوا. مش عايزك تنزل يا أخي، خايف عليك زي كل الدول الديمقراطية. أنت خليك في بيتك معزز مكرم، هو هيبعت لك مندوب على الفجر كده ياخدك مكان فخم كده ويسألك، ولا أنت مع سيادة الرئيس ولا لأ؟ افرض قلت له لأ، افرض يعني ده أكيد مش هيحصل، بس افرض قلت له لأ ما بحب سيادة الرئيس. ممكن الرئيس قائد العالم حامي الدين ده يأذيك ويفكر يسجنك أو يقتلك. We don't kill our people. Nobody kill, no government in the world kill its people unless it's led by crazy person. وانت سيد العاقلين، نحمد ربنا يا جماعة ان ربنا ما بلناش برؤساء مجانين، الحمد لله. لا برميل متفجرة ولا ملايين اللاجئين ولا ناس بتغرق في البحر، الحمد لله. دول رؤساء شايفين مطالب شعوبهم صح، رؤساء مش بس عندهم حلول لشعوبهم، عندهم حلول لكل مشاكل العالم. البعض ربما يتوقع من الرئيس في كل خطاب أن يأتي بحل
معجزة، العصا السحرية التي أتحدث عنها دائما. لا، لا يوجد لدينا عصا سحرية. معذور يا جماعة، الله يكون في عونه. والله مستحيل رئيس عربي يبقى معاه عصا سحرية معروفة. يعني يا ترى لبط الشعوب بتخلص؟ ده الله يكون في عونه، ده بشار، بشار اللي بيحكم صحابه وعيلته بس ما معهوش عصا سحرية. أمال السيسي بقى اللي بيحكم 90 مليون؟ الله يكون في عونه والله. وكمان هتفسر للناس ازاي انك لا تحمل عصا سحرية؟ عايز اقول لك انا معايا عصا سحرية. صحيح معاك عصا سحرية؟ نعم. معاك عصا سحرية يا راجل ومخبيها ده كله؟ اخيرا تفوقت بحاجة. السيسي يا جماعة تفوق على بشار اللي معهوش عصا سحرية. الف مبروك لكل المصريين، الف مبروك للرئيس السيسي قيادة العالم. بس ثانية واحدة كده، عصا سحرية ايه؟ انت جبتها منين؟ معاك عصا سحرية؟ نعم، ارادة المصريين. هننصب على بعض ولا ايه؟ هي فعلا اراده الشعوب اقوى الف مره من اي عصا سحريه، بس احنا شايفين الوضع. هننصب على بعض بالشعارات كده يا جماعه؟ الاثنين ما معهمش عصا سحريه وهيحيرونا تاني، بس احنا هنصعبها. قائد العالم ده اللي هيقود العالم بقى لازم يكون شخص ليه فعلا معجزات محدش يقدر ينافسه فيها. كنت اتكلم وانظر الى الشمس فكنت ارى صوره قائدي وسيدي المجاهد الاول بشار حافظ اسد ترتسم على جبين الشمس. انت شفت صورة بشار على جبين الشمس؟ طب احلف بالله، اصل لو صورة بشار بتطلع على جبين الشمس يبقى بشار كده وصل لاعلى ليمت من الكرامات، ما اعتقدش حد يقدر ينافسه. تفتكروا السيسي يقدر يكمل المنافسة معاه؟ صحيفة المقال: الرئيس السيسي ينزل من على سطح القمر. وانزل يا جميل على الساحة. الله الله، ابن مصر يعملها من تاني ويرد على الشمس بالقمر. اديله يا معلم. لحظة بقى كده، كده المنافسة هنفضل فيها طول اليوم ومش هتخلص. يبقى لازم سؤال تعجيزي. السؤال ده آخر سؤال. افرض مثلا، افرض، أنا بقول افرض حاجة مش هتحصل، الشعب قال لك مش عايزينك، لكن أنت مش عايز تمشي ومسكت في الحكم لا سمح الله. طبعا أنتوا ناس زهدة في الحكم، مستحيل تعملوها يعني. بقول لك افرض، مين فيكم عنده دول تدعمه ضد شعبه؟ الأشقاء في المملكة العربية السعودية. ولا ننسى أن نشكر الشقيقة إيران، دولة الأردن، للمقاومة اللبنانية، دولة الكويت الشقيق ودولة الإمارات، وصديقة روسيا والصين الوفية. والله احنا تعبنا معاكم يا زعمة، ما تتخيروش عن بعض بصراحة. بس عشان ما نظلمش حد فيكم، احنا هنسيب الجمهور هو اللي يقرر مين فيكم اللي يقود العالم.